نستمع لأول مرة في الإعلام الجزائري إلى سيدة أنجبت داخل السجن من عالم الملاهي الليلية والشهره والثراء الفاحش إلى رحاب التوبه والغفران هي ممنوع بصحن وش لازم سيده تنجب توامها داخل سجن النساء قضبان السجن تحولهم إلى اشخاص صالحين من السجن نعرفوا كيفاش داروني بارع رجعت للموصلة تاعنا رجعت المؤذن رجعت كيما كنت الحمد لله يا رب تلاني تلاني بالسجن والسجن خلوة خلو خلو مع الانسان كيف الحبس انا كنت في الحبس انا كنت أنا في الحبس خونتينا لها يعني خرجت اسوء من, من من ما كنت قبل السجن <applause> هذا ما سيخبرنا به ضيوف هذا العدد السلام عليكم مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامج عشت وشفت، عشنا وشفنا ان السجن هو مصيبه قد تقع على اي انسان في اي لحظه يمكن للانسان ان يصبح في منزله ولكن يمسي وراء القضبان، هنالك مقوله شعبيه مشاهدينا الكرام تقول ان السجن للرجال ولكن ماذا عن المراه التي تدخل الى السجن وهل يمكن للسجن ان يكون ابتلاء يحول الانسان من حال الى حال؟ أربع قصص سنستمع إليها مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم وهي لكل من السيد عمر، السيدة نوره، والسيد زهير، سيحكون لنا هذه، هذه التجربة الصعبة التي مرت عليهم بحضور الضيوف الأعزاء الذين سأقدمهم تباعا على يساري كما تشاهدون والبداية ستكون مع المحامية الأستاذة فريدة عبري والأخصائية الاستشارية نوال المكيد مرحبا بكم، واللايف كوتش الأستاذة رزيقة دربلي. اهلا بكم. سنستمع الى مداخلته مباشره بعد الاستماع الى القصه ومشاهدينا الكرام كما اعتدتم علينا في برنامج عشت وشفت في كل مره نستقبل مواطن او حاله او قصه لشخصيه ترفض الكشف عن هويتها وفي حلقه اليوم مشاهدينا سنستمع لاول مره في الاعلام الجزائري الى سيده انجبت داخل السجن ستشاهدون انعكاس ظلها خلال الشاشه، هذه السيده التي تحضر معنا، الاكيد انكم لن تعرفوا اسمها ولا لقبها ولا المكان الذي جاءت منه، ولكن ما يهمنا من حضور ما يهمنا من حضورها معنا هو التجربه الصعبه التي مرت عليها. مساء الخير نصيره الاسم المستعار. مساء الخير خويا يوسف. لاباس؟ الحمد لله يا ربي. انت موافقه على الحضور معنا. موافقه. طيب سنعود مشاهدينا إلى مواصلة برنامج عشت وشفت ولكن بعد قليل والبداية ستكون مع عمر لباريزيا ابقوا معنا مساء الخير عمر لا النور أخير تباس. الحمد لله يا. الحمد لله عمر انا أقول للمشاهدين باللي أنا استقبلناك انت غير ما رجعت من العمره كنت في مكه المكرمه اديت مناسك العمره يعطيك صحة كي جيت مباشره من السفر عندنا البرنامج وشفت كما راك تشوف رانا كاع فرحانين بك يعني على حضورك معنا وعندنا شحال وحنا نستناو باش تكون ربي يحفظك ضيفنا باش تحكي على الشيء اللي اللي عشته الشيء اللي مر عليك والملفت في قضيتك عمر علاش حبينا نفتتحوا فيك بك البرنامج هذه الحلقه بالذات تاع برنامج عش شفت هو لانه انت كنت في حال ورجعت في حال بعد الخروج من السجن قبل ما نفصل معك في في الحلقه عمر هل فعلا ينطبق عليك هذه المقولة أنه أنت كنت في حال كنت عايش حياة معينة بعد دخولك إلى السجن رجعت إنسان آخر ينطبق مئة بالمئة آه. والحمد لله أنا ما سقسيكش كل اللي كان خير وشكون اللي راهو دركا اسكو قبل ولا دركا خير لأنه واضح أنه دركا لا الحمد لله أحسن دك خير, دك خير أنا على بالي بالقصة ولكن دوك المشاهدين لا الحمد لله دوك خير دوك خير أول حاجة راح نبداو بها نوروها للناس عمر هي صورة وجدناها لك سنشاهدها سويا. لهذا الشخص هذا الشخص الذي هو في الصورة هو هو الشخص الذي راه قاعد معنا يعني. نعم كي تشوف هذه الصورة واش تقول عليها؟ ماضي ماضي شوية مخيف 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 نتفكر حوايج بزاف. اه رح ويج بزاف وش تتفكر؟ ويج أغضب الله سبحانه وتعالى مم. طيب عمر انت كنت بكري عايش في عالم تاع نقولوا عليه احنا عالم السهرات وعالم لي وعالم عالم الليل يعني كما نقولوا حياه الليل يعني وكنت انسان بالدراهم وعندك علاقات وعندك حياه يعني مختلفه جدا عن الحياه اللي راك فيها دركا يعني كيفاش انقلبت حياتك يعني لانه احنا نشوفوا هذوك الناس اللي اللي شادين لي, لي, لي بواد دو ولا اللي عندهم دراهم ولا اللي عايشين في هذا العالم مع المشاهير مع الناس اللي عندهم بوفوار كما نقولوا نحسوا انه هذ الناس مرات نحسوا بلي ما يطيحوش يعني كيفاش انت انقلبت حياتك؟ هي اولتها الله سبحانه وتعالى ابتلاني ابتلاني بالسجن والسجن خلو خلوه مع الانسان كما يقول لك هنا صرا صرا كما يقول لك ديكليك يعني ديكليك فوالا بارك الله فيك وهي الواحد كي يقعد مع مع راسه وحده نقدر نقول باللي انا فرحان بالسجن تاعي ابتلاء من عند الله هذاك الوقت ما كنتش صح نظلمت وتحقرت وتقست و... الثمار تاع هذاك الابتلاء راني نشوف فيه دوك ما يقولك عسى انت انت تكرهون شيئا وهو خير لكم هي الخلاصه من هذا الشيء انه السجن للمظلوم نعمه م. وللظالم ثانية يقدر حتى الظالم يتكاكا في السجن أه والحمد لله <applause> عمر انت يعني انت دخلت للحبس في واحده من اشهر قضايا الاختطاف في الجزائر بلا ما نحكيو على القضيه يعني قضية أخذت حيز من الإعلام ولكن أنت دخلت في قضية اختطاف طفل صغير والقضية كانت مشهورة جدا في الجزائر نعم. ولما دخلت للسجن يعني تقريبا شو هي تاعك نوعا ما في وسائل الاعلام في مواقع التواصل الاجتماعي انت قلت لي انا كنت مظلوم والدليل انه انت كنت مظلوم هو انه انت حصلت على البراءه ولكن لما تكون مظلوم وتشوف ناس يشوهوا في سمعتك وينشروا في صورك ويقولوا عليك كلام غير صحيح وانت داخل السجن كيف تعيش هذيك الصراع الداخلي حاجه هذه ما يعيشها غير اللي ما <applause> ما قد ما نحكي لك ما تقدرش تحس الشعور تاع تاع الانسان اللي يكون مظلوم وتشوف العالم قاعد دار عليك وتزيد يشوهولك لك السمعه تاعك وانت على بالك باللي خاطيك هدول الامور وقد ما نحكي لكم ما تقدرش تحس الشعور يعني اون واحد راهو في 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 حلم في حلم ما مانيش مامن ما انا انا العائله انا الاب تاعي استاذ استاذ معروف ما تربينا في واحد المناخ ماشي تاع باش نظلم ولا باش نسرق ولا باش نأذي الناس ثم كيفاش عشت ونلقى روحي في مكان اللي ماشي تاعي شغل الان شوك الله سبحانه وتعالى يقول لك من احبه ابتلاه انا الله سبحانه وتعالى يحبني وابتلاني انا اللي حاب نعرف اسكو وكين كانوا كاينين اشخاص لانه تعرف صداقات تاع الليل ولا العلاقات تاع الليل والسهرات وهذا العفايس مرات مرات ماشي صحيحه مرات علاقات مهزوزه مبنيه لانه انت تجيبك معمر يدوروا معاك ناس الى غير ذلك صداقات يعني ماديه صداقات ماديه, مادية. اسكو كانوا كاينين اشخاص شفاو فيك بزاف 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 واللي واللي الكلمه دي ما نقولهاش واللي انا كنت ندير فيهم الخير آه. ويعرفوني بلي انسان مولا خير وهذا هو الشيء المؤسف انك تكون في السجن ومظلوم وتبكي ومحقور وتشوف الناس يمشوا مع الضحيه اللي انا منها نقول باللي الضحيه هو اللي عاون هو اللي لقيت فيه الخير اب الطفل المختطف هما العائله تاعه هما اللي لقيت فيهم الخير عائلة يا عائلة يا ريشان هما اللي لقيت فيهم الخير سبحان الله م. هما الضحيه بصح الناس اللي كانوا يمشوا معاه اغلبهم اصدقاء تاعي واصدقاء تاوي اغلبهم كان, كان آدوني و... وتهموني بالباطل. طيب آه، يا ريشان لما قالوا له بلي عمر هو اللي خطف ابنك يعني هو اسكو آمنها؟ ما جاته يعني حاجه برزاقة قال لهم صاحبي قال لهم صاحبي يا عمر. ها. هذي الكلمة اللي قالها لهم قال يعني. لهم صاحبي ما حكموا أنا يا بو أنا مقيم بفرنسا. أه، لقاو القبض علي هكذا كما يقول لك أه، في الطريق في الطريق. داوني ديريكتوم الكوميسارية الكوميسارية هما طبعا الجوج يشوف واش كاين يبعثك امر امر ايداع كما كان الحال بعثوا بعثوني ديريكتوم بوا دارسي انت كيفاش كنت تدافع على نفسك واش كنت تقول؟ انا كنت نقول لهم نحبط سي لوكازيون هذيك باش نحبط خاطرش ما عندي والو ما عنديش علاش نخاف أه. وانا اللي طلبت من المحامي تاعي باش باش باش, باش نسيني نحبط خاطرش انا نورمالمون ثم القانون تاعهم انك تشارع يشوفوا لو دوسي تاعك است يعني يحبطوك ولا ما يحبطوكش ثم كاين قانون باش انا اللي هضرت مع جوج اون بلان كيما نقول في بلان اوديونس اه قلت له مدابيا نحبط في اقل وقت هكذا كضربت 9 شهور 9 شهور باش حبطوني 9 شهور است الوقت كيما وقتنا حنا يجوز علينا 9 شهور سو كان يجوز عليك 9 شهور بنفس المقدار تاع الوقت اللي عند انسان حر م م والله ما تحس لهم ربي يعطيك شوف انا تخلصها مني انا ربي يعطيك واحد القدره ويعطيك واحد ما نقدر نقول لك باللي كاين ناس لو كنت نحكيها لهم وقال يدوخوا اسعد ايام حياتي في السجن اسعد ايام حياتي اللي فوتها في 43 عام يعني 43 عام هما في السجن علاش يعني؟ لقيت السكينه طمأنينة وليت نتكاكا مع راسي ارتحت تقربت لله سبحانه وتعالى وهي كما يقول لك العبره هي كاع من ربي حطك ثم باش باش تعود تتقرب ليه تشوف الغلطات تاعك اللي درتهم تراجع نفسك وربي سخر لك عباد سبحان الله انا في بلاد الناس سخر لي العالم اللي ما نعرفوش سخر لي اللي يخدموا تم مدير السجن اصدقاء سبحان الله ما انا ما عنديش عائله تما انا جيت في فرنسا أه. لقيت روحي سبحان الله وصرت واحد يكون في الليل عبك في الليل ما عندكش الوقت باش تقرب الله سبحانه وتعالى م. وانت في قلبك داخل حابس تقرب الله بصح ما عندكش الوقت م. السبه الوحيده هو السجن سبحان م. الله طيب كي كنت كي م... كنت متواجد في السجن مر مر على العائله تاعك حدث صعب وانت متواجد داخل السجن انا هذا هو الشوك تاعي لا <applause> شوكتي تاعي اني انا ندير رياضه في نجري بزاف تما ويتبعوني تما الحمد لله عندي سيره طيبه المدير تاع السجن المديره على كل حال تتبعني عطتني اولويات تما في السجن من دون كاع الحمد لله ربي هذا ربي سبحان الله يسخر لك عباد ما يخلوا لي الباب تاعي محلول نروح نونتريني ناذن تم ناذن تسعه شهور ما ساعة شهور وانا تم جامي يفتحوا لي لا سيلول تاعي بورتون شاك مو يديروا لا فوي بورتون عندي هاتف تما ربي ربي هذه حاجه من عند الله سبحانه وتعالى انا كل يوم نجري وجامي خرجت الهاتف تاعي في النهار نخرجوا في الليل خاطر هما القانون تاعهم من السبعه للسبعه تاع الصباح ممنوع يدخلوا وفي النهار يقدروا يدخلوا وقت مومون سبحان الله هذاك النهار ما حبيتش نروح ندير سبور قعدت قلت ندخل الفيسبوك نشوف كما العاده في الليل عندنا الكاتبة تاع الأب الله يرحمه عندها فيسبوك اللي أمي معايا أنا نشوف صفحات نشوف التصويره تاع الأب تاعي عندنا صورة شفت الأب تاعي لا هذه الحاجه هذه الحاجه اللي ضرتني حاجه ما ضرتني الله يرحمه وهو اول واحد لأنني باللي ما نديرش هذا الصالح الاب تاعي في ذمة الله هذه هي الحاجه اللي قعدت لي في راسي وهذه اللي هذه اللي خلاتها دوك الناس ما تفهمنيش يقول لك ما تقدرش تصورها ما تقدرش تصورها انك مظلوم وكل جواه يزيد يروح يزيد يروح لك إنسان وانا عندي علاقه با... مع بابا با... ماشي كيما الناس كان ناس ملاح؟ بزاف بزاف الحمد لله ربي شوف انا علاش راني فرح شوف هذا شوك بصح ربي عاود عوضني الحمد لله اني من نهار توفى الشيخ عنده خمس سنين لحد الان جامي نسيتو بالصلاه جامي نسيتو بالدعاء وما ننساش راك على اخر مكالمه حكيت معاه؟ اخر مكالمه مسكين قال لي باذن الله تخرج وليدي قال لي ما تجيش حتى نقول لك انا من ثم راح نشوف الجنازه تاعو بالتليفون والحاجه هذه اللي كنت خايفها اللي كنت صغير خاطر انا شويه بلي الباب وانا تغربت صغير ما هذه الحاجه اللي كنت خايفها سبحان الله اللي كنت خايفة ربي يعطيها لي الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى اول حاجه شفتها كيفاش رياضيت ما قدر ما سبحان الله ما ت... ما تقدرش تصورها ما, ما أنت منها حتى واحد حاجه حاجه بزاف شغل واحد قتلني وعاود بلك بلك الوفاة تاع الوالد كانت أقصى أوجع من السجن أقصى يعني السجن من السجن أقصى, أقصى, نقدر نقول لك أوكي نذكر بالقوة اللي عندي أقصى من الموت والله العظيم غير أقصى من الموت كي موت الأب تاع الإنسان خاصة الأب تاع الراجل يكون راجل باباه مات على كبر كما نقولوا وهو كبير واش الحاجات اللي يموتوا مع الأب؟ ما أنا ما, ما نقدرش أنا نقدر نقول لك بلي ما ماتت حتى حاجة الكونتر زاد زاد حيات فيا حوايج بزاف <متد distint> <applause> يا ربي ربي هذا الابتلاء باش يحيا في الايمان ونزيد نعاود نولي ربي ونولي نخاف على الناس نولي نخاف على خوتي نولي نخاف على جيراني نولي نخاف سبحان الله والله هذه نعمه من عند الله ما يعطيك خساره باش تربح حوايج واحد اخرين وهذه نعمه والله ما نعمه انت قلت لي باللي ملي توفى الاب تاعك جامي تنساه في الصلاه يعني في السجود في الدعاء لا ما نقدرش هذه ما وش بس تدعي له ندعي له بالجنه مم ما هذه هذه الحاجه اللي ان شاء الله ربي يلاقيني ب با يلاقيني بالنبي عليه الصلاه والسلام عليه هذه خمس سنين في في كل صلاه ما, نقدرش ننسى حتى ما واش كنت حاب تقول له؟ كنت حاب تعيش لحظه الافراج معاه؟ كنت حاب والله وكان مريض مسكين كان مريض ويخمم غير فيا وش كنت حاب تقول له عمر؟ لا بزاف حبيت ندير له درت له وما وما لحقتوش وش كان في قلبي. مم. الله يرحمه وده. الله يرحمه ويسعدك. البركه في اللي بقاو في اهلك اللي بقاو اللي عاشوا معك لحظه الخروج من السجن. النهار اللي خرجت وديت حكم البراءه انا مش حاب نطول بزاف في القضيه تاع السجن وش يهمني هو عمر اللي خرج كيفاش ولا يعني دركا حاليا يعني. لحظة الخروج والإفراج حسيت جي دي دي بريمي جي دي بريمي جي دي بريمي و ورحت طريق واحدة أخرى كاع خرجت نورمال وبعد بعد جي دي بريمي علاش؟ رحت رحت دخلت في دخلت في عالم وحدة أخرى أسوأ من العالم الآخر سبحان الله يعني خرجت أسوأ من, من من, ما كنت قبل السجن نو كي خرجت بفترة عاود دخلت في عالم أسوأ من العالم اللي كنت قبل مخدرات ولا بالله دخلت دخلت في عالم وحدة آخر ما تقبلتش هي في السجن تقبلت شويه بصح كي خرجت العالم هذا ما ما تقبلتوش كنت تقول لي مقبل باللي السجن روضني شويه هدني أه كي تكون وعني. وحدك بصح كي خرجت ما طيب انا انت عطيتني سؤال يعني انا دوك جاني سؤال في بالي اسكو انت عاود ترجعت الى الادمان والمخدرات وهذو الاشياء اكثر اكثر بسبب الرفقه اللي كانوا دايرين بيك؟ ولا وحدك انت رحت لهذيك وحدي 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 ما تجور ما تجور مجروح تجور نخمم الخم... باش نهرب من الحقيقه رحت للطريق اللي ماشي مليح شويه نبدلوا برك الاجواء تاع الحلقه انت مازالك عريس جديد يعني غير ما آه. غير ما تزوجت يعني انا مانيش حاب نسابك يسمعوا بالك لا لا الكونترا انا جيت انا, حاب أنا جيت هنا ما عنديش حاجه اللي تخليني نحشم بها الكونترا اه راك مهني دركك فرحان لله بال... لأ... لاني عايشه دوكا ما عشتوش في 42 عام آه. ربي هنك ربي دوله عقبال الدراري الصغار ولكن كيفاش حتى عاودت استرجعت نفسك؟ لانه كاين اللي يدخل لهذيك الطريق ما يعاودش يرجع والله العظيم شوف انا نقول لك كيفاش عاودت وليت تلموز تغمقت تغمقت تغمقت, تغمقت كرهت هذاك العالم م. والحاجه اللي اللي قعدت لي في راسي سبحان الله علاش يقول لك يهدي الله ومن يشاء اذا حبيت انت جامي كنت فرحان جامي كنت فرحان واحد النهار نشوف فيسبوك نشوف واحد الاخ الله يبارك تونسي كان عنده نفس الحياه تاعي كان عنده ملهى وكذا يدخل في الناس يحكي هو في اللي. كان يدخل في الناس وموش مطمئن موش فرحان بوش يدير سبحان الله قال واحد الدعاء هذاك الدعاء قعد لي في راسي اللهم ردني اليك ردا جميلا كما كان الحال انا قاعد في الدار في الشومبرا تاعي هكذا وكنت في في حاله ما ما نتمناها حتى نبكي مع الله سبحانه وتعالى 24 ساعه لقيت روحي في الجامع الحمد لله اللهم ردني اليك ردا جميلا الدعاء هذا اللي جابني على حسب دعاء سبحان الله ردني بواحد طريقة ما الحجوز كان مثلا مانيش مامن اللهم ردني اليك ردا جميلا سبحان الله ربي ردني شفت الام كيفاش تحكم البيبي تاعها وتيسو هكذاك سبحان الله م. رجعني بطريقه ما على باليش جوز كمان كانوا كاينين الناس حب ما كانوش حابينك يعني التوب يعني كانوا حابينك تبقى في العالم القديم بزاف في عالم الملاهي و... و... وبليجي وبليجي يعني و... والحاجه اللي استخلصها انك وش دعيت ربي ربي عطاني دعيت دعيت, دعيت 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 ربي عطعني عطعني نجي نعاود نقول سبحان الله هباك الانسان ضعيف نجي نعاود نقول لي هكذا نغلط ندعي ربي آه. عاودي الحمد لله تحس انه لولا الابتلاء تاع السجن ما كنت راح تكون عمر اللي راك نعم انا انا انني فرحان بالابتلاء سي فري دوك الواحد تسفره بصح دوك انا علاش قلت لك الثمار تاع الابتلاء هذا هو راني نشوف فيه الحمد لله الحمد لله ان شاء الله بالبركه عليك الله عمار ان شاء الله تكون هذه ثاني تعبره للناس اللي بالك عاشوا واش عشت انت بالك راح يعيشوا الشيء اللي عشتو نتايا انا نقدر نقول كلمه بركة أه. باللي هذا راني نعيش أه. لهالدرجه الحصه واسمها عشت وشفت عشت وشفت. انا شفت صح ما عشت هذا وين بديت نعيش أه. شفت بزاف شفت العالم كاع صح هذا وين راني نعيش عندي 6 أه. ست شهور لانه دركا كما نقولوا الاساس راه صحيح دركا انا شوف 42 صحيح. سنه شفت العالم هذا راني نعيش سبحان الله ست شهور هادو اللي راني سبحان الله راني في عالم دوك دوك لازم لازم واحد ربي يهديه باش يحس سورتو كما قلت لي انت عشت مع ناس اللي ناس كانت تشوف فيهم حاجه كبيره دوك انا والله كي نشوف صحابي مساكن في العالم اللي كنت فيه انا والله غندعي لهم <مم> انا على بالي بلي كان كاين بزاف مشاهير و... وناس معروفين غنى وكاع عندي الجزائر كاع غنات عندي كانوا يغنوا عندك كاع غنى كاع كاع وندعي لهم والله غير في كما يقول لك ربي اللي عالم تلموا راني فرحان شكون شكون فيهم اللي عز اللي عز عند اللي عندهم عزه خاصه في قلبك عاقل الله يرحمه عاقل الله يرحمه الله يرحمه تعاقل فاميليا يعني بزاف عاقل يعني الله يرحمه, يرحمه. هما شوف خلينا نهضروا صراحه ان ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله والله الناس طيبين نقول لك علاش الناس طيبين محرومين من الـ ممشي علشان علاش انا نحس بهم خاطرش انا كنت عايش كيما هم سوا دي زوني اوغو ماناش فرحانين حنا كي تشوف هما هكذاك برك مازال ما, ما لقاوش بمعنى أنه انت تدعي لهم بالهدايه اكثر من انه كتشوفهم كي تشوفهم تلعنهم كما نشوفوا في مواقع التواصل لا لا. الاجتماعي قلت يعني. لا، علاش لو كان لعنهم انا يتسمى ما حسيتش بروحي اه سي وصدقني غير كاين عباد فيهم الخير وواقع يفوتوني و... أه. ما لازمش نحكموا على الناس سبحان الله عمر اخر حاجه نختم بها هذه هدل... التجربه تاعك مع الدخول الى السجن بحال وخروجك منه بحال اخر، هو الغريب والمصادفه الغريبه في قصتك انه السيد اللي بعتك تدير عمره هو نفس الشخص اللي دخلت للسجن يعني ظلما على جاله يعني نفس الشخص محمد ياريشان محمد ياريشان هو اللي بعتك دركا درت ندعي له باذن الله وندعي لعائلته عائله طيبه ما شاء الله حسنت علاقتك معهم؟ من بكري محسنه سبحان الله علاش أه. انا انا كاينه ميساج نلحقوا بك للناس اياكم واياكم الظلم والغيبه خاطش الناس ما يظلموا الناس بلا ما على بالهم أه. انا منا نقدر نقول لك باللي العائله تاعي شفت منهم غير الخير لحد الان سبحان الله لحد الان لحد الان طيب بالبركة عليك عمر ان شاء الله فكرة. ان شاء الله الفرحه هذه تعم يعني بلك اللي يعرفوك شافوك كيفاش كنت كيفاش وليت يشوفوك شباب ان شاء الله دوك الجزائريين كامل يشوفوك وبالك كاين بزاف شباب ربما يتاثروا بيك ولا ياخذوا الشهره إن منك انا سانتقل الى الاستاذه فريده عبر المحاميه استاذه فريده يعني بدون دخول في قضيه اختطاف الطفل هذاك لانه اخذت حيزها الاعلامي آه نحن امام عمر عمر كان انسان عادي يعني كان شاب عادي ولكن زج به في قضيه معقده وخطيره هي اختطاف طفل قاصر ودخل الى السجن وحصل على البراءه الفتره التي قضاها في في السجن هل تعتبر سجن تعسفي هو قبل ما نجاوبك استاذ الكريم على هذا السؤال يعني عن نفسي انا قصه الاخ عمر هي من اجمل قصص اصلاح النفس اللي سمعتها في حياتي درت مقارنة ما بين الصور اللي كانت في الشاشة وما بين هذا الوجه اللي أمامي حسيت أنه ما قولت يا ما في السجن مظليم راهي أصبحت أمر واقع وأنه المؤسسات العقابية فعلا كاين وين تكون حالات إصلاح للشباب كاينين شباب صح مغيب بهم وورع فينا اللي ما يغلطش رب العالمين بالفطرة خلق خلقنا نغلطه كاين اللي يغلط ويصنع من خطيئته انتصار المعنى الحقيقي للانتصار هو امامنا وكاين اللي يغلط ويستمر في الخطا لاعتقاده انه السجن للرجال السجن للرجل اللي يغلط ويندم ولكن اللي يعتبر اللي داير السجن كالاوتيل داخل وخارج هذا مستحيل راح نتقبل منه اي صلاح لذلك لما قلت لك انه الاخ عمر هو من اجمل الصور اللي تعطينا احنا الشباب تعطينا احنا رجال القانون انه كاينين رجال كاين نقول لي انه باش يجي واحد كما الاخ عمر الفترة اللي كان عايشة ويحكي أمام ربعين مليون جزائري يحتاج القلب راجل صحيح وإلا ما يجيش يقولها م. لأمامنا راجل صحيح لذلك أنا عن نفسي نقول لك هاو حقك أخي الكريم إن شاء الله تكون عبرة لكل الشباب اللي يخطأ أنا أنا من الناس المؤمنة بأحكام العدالة والله أنه أنا معك نأمن بأحكام العدالة العدالة النسبية كاين وين تصيب وكاين وين تخطئ لأنه اللي أمام القاضي هو ملف يقرأ ويشوف ناس قضوا ما يفوق السنتين في المؤسسات العقابيه ثم استفادوا من البراءه نعطي لك انا وفقا للقانون الجزائري ما نقدرش نسمي انه هذا حبس تعسفي ولكن عندك الحق انك تطلب التعويض لقاء المده اللي قضيتها داخل المؤسسه العقابيه على مستوى المحكمه العليا في مكاتب مفتوحه تعوض الشباب اللي قضى مده داخل المؤسسه العقابيه ثم استفاد من البراءه انا عارفه بلي اي مبلغ قال لك قضيت تسعه اشهر من من اسعد ايام حياتك عائلتي. عامين من اسعد ايام حياتك تقدر تدي تعويض والتعويض هذا انا عارف بلي ما يعوضكش ولكن اكبر تعويض لك انه حنا الناس اللي رانا نشوفوا فيك ونقول لك انت راجل تاع الصح والله يكثر من امثالك يعني يستحق كل التحيه والتقدير بارك الله فيك ها كلمه برك آه. اللي آه. قالوها آه. لي آه. بزاف آه. ناس والله هذه من القلب تعويض اللي هو عوضني الله سبحانه وتعالى على التوبه والله هذا التعويض ما شحال اساتذه صحابه تعرف الاستاذ بالرحال تعويض تعويض انا نقول لهم والله غير التعويض اللي راني فيه ربي يعوضني والحمد لله مم. لانه صح كاين كاين اللي بدراهمو ماشي قادر يسقم قلبه مم. يعني يوصل مم. يوصل مم. الصراحه مم. مع النفس اللي يوصل لها عمر الله يحفظك بالبارك عليك بارك عمر استاذ عبري انا منك سانتقل الان الى الاستماع الى اول جزء من الشهاده التي اخبرتكم عنها في بدايه الحلقه من برنامج عشت شفت وهي للسيده التي انجبت توام داخل السجن، هذه التجربه نحن نستمع اليها في الاعلام الجزائري لاول مره، ولكن قبل ان اتحدث معها وامانه مني من البرنامج يهمنا ان نؤكد لكم ان دخولها الى السجن لم يكن بسبب قضيه شرف ولم يكن بسبب جريمه قتل او جريمه شنعاء ولكن كان بسبب قضيه يمكن ان يتعامل معها اي 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 مواطن عادي لكل انسان ظروف وسابدا الحديث معك أكيد وجدة الاخت انا وجدة طيب انا قلت للمشاهدين باللي انت ما دخلتيش للسجن بسبب قضيه شرف يعني اولادك معروف الاب تاعهم انت متزوجه ولديك زوج وعائله والحمد لله لذا لن أم ما حش نفصل بزاف في القضيه اللي دخلتي على اساسها الى السجن ولكن انا نحب نعرف لما دخلتي حامل الى السجن في شهرين ايه كيف كيفاش كيفاش وليتي تتعاملي مع الحمل تاعك شوط تجيني صعيبة شوط كي دخلت أصلا ما دخلت من شوكيا ما ما عرفتش وين كاع وكنت خايفة بزاف خاطش كي تدخل أونسيت ما ما باليش بلي هما وحدهم أنا درت حسبة بلي مع الآخرين صافي كنت خايفة بزاف السجينات اللي معك في السجن كيفاش كانوا يتعاملوا معك يعني هي الكل اللي غيروك كشغلت يقول لك كيفاش هي مزوجة ودخلت للحبس وشغلت عندها باباها خاصة فما ثاني كان اللي ما عندهم بابا الاولاد شغلت جايين هكاك وخلاص صافي يغيروا مني ماشي غير انا احنا زوج يغيروا مني كون خطره شنو ينحيوا لك الماكله شويه مم. طيب كانوا كانوا كاينين نساء اخريات ثاني معك في في السجن كاين كانوا معايا بزاف يعني يعني الامر غريب انا يعني انا كصحفي اول مره راح نخدم على هذا الموضوع ولكن عندي فضول نعرف شغل كيفاش كنتوا تتعاملوا لما تقعدوا في لاكور اسكو تهضروا على الحمل كما يهضروا عليه النساء الحوامل في المنازل ايه عندنا لاكور وحدنا احنا ماشي مع الاخرين ما يخلطوناش مع الاخرين اه ايه كاين اللي عندها ثمان شهور كاين اللي عندها سبع شهور م. صافي نورمال نهضرو ممنوع تضربي معاها ولا بس باينه بلي حت يزيدوا لك قضيه وحدة اخرى وانت وانت انت نفسيا كيفاش كنتي نفسيا ما كنتش مرتاحه كاع ما كنت خلاص نحنقتل روحي ولا كاش ما ندير ولا ما ما راكي شافيه على كاش وحده كانت معك في الحبس كانت واقفه معك ولا كانت تساند فيك ولا وحده كانت تدير فيك الشر ولا كانت عندي وحدة شغل من الغيرة وكاع ومنا ومنا ما كلاش نذكروا الاسم آه. كانت معايا شغل تغير تغير دايما دلي المشاكل دايما تدلي لي عفسة المهم من الغيرة وكاين لا لا وحدة ثانية ما تحبش عليا حاجة اللي انتو... هي ولده ثانية في الماء م. ما تحبش عليا حاجة اللي انت وحم عليها تجيبها لي يعني كنت تتوحمي داخل السجن على ما كنت تتوحمي على القفرات <applause> جابوا لك؟ ايه جيبوا لي الملفة حاجة اللي نحبها يجيبوها لي. يا صح الملفة ممنوع بصح الملفة؟ آه. ايه. <applause> يا ممنوع بصح إيش أحد لازم يجيبوا لك. طيب حياة أنت لما دخلتي إلى السجن أنا لما قريت الملف تاعك أنا عرفت أن أنت كنت حامل في الشهر الثاني. بعد قعدتي تقريبا سنة كاملة في السجن. وش وش هو الشهر اللي كان اللي كان صعيب عليك في الحمل؟ تسع شهور الاخراني شهر الاخراني؟ ايه واكي اكي شافية على الولادة يعني كيفاش تمت؟ اني شافية امم على كل التفاصيل تاع الولادة انا نخليها لمن بعد نعاود نرجع لك نخليك تستعفي شوية لأنه أنا حاسة شوية خايفة يعني وهذا الشيء نتفهموه حنايا يعني وأنا نشكرك مرة أخرى لأنه وافقتي تفوتي معنا ولكن انا نزيد نزيد ناكد لك مره اخرى يعني ديري في بالك بلي ما كاش يعرف انت شكون ولا من جيتي ولا تفاصيل تاع القضيه اللي دخلتي على جالها الاشياء نحتفظ بها احنا لنفسها راح نحبس انا درك نخليك تستعفي شويه ونعاود نرجع لك من بعد خلال الحلقه برنامج عشت وشفت مشاهدينا الكرام متواصل معكم وفي هذه الحلقه سنستمع الى التجربه الثانيه مع السجن وهي لامراه دخلت الى السجن بسبب امراه انها سيده فضيله حجام التي جاءتنا من ولايه معسكر مساء الخير سيده مساء فضيله مساء النور لاباس لاباس الحمد لله سيده فضيله ملي دينا ملي جينا يعني للاستوديو تاع الشروق وانت تبكي 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 ان شاء الله تقدري تهضري ان شاء الله واش صار لك انا مانيش حاب نقول واش صرا حبك انت تقوليها احسن باش تكون الروايه الصادقه واش صار لك سيده فضيله انا انسانه كنت خدامه عند محاميه في المكتب تاعها ككاتبه مدة تم سنوات من 2015 حتى 2022 بدون تصريح لدى الضمان الاجتماعي كل مره كي نطلب منها باش تصرح بي لدى الضمان الاجتماعي كل مره تصيب لي حجه الصبري ايه دي فوا كنت نحبس تجيء او ترجعني تقول لي صيبو هذا المره هذا المره المره اللي في 2002 جوي 2022 أخلص جيت خارجه الكونجي تاعي كاستاذه كنت نسالها المرتب الشهري مده خمسه اشهر ما مد... تقاضيش خمسه اشهر ما خلصتيش ما خلصتش مده خمسه اشهر قلت لها قلت لها استاذه راني خارجه كونجي خصني الاتعاب تاعي وما تنسيش باش تصرحي بيا لدى الضمان الاجتماعي قلت لها اعطيني صوالحي وبرا امي يخدموا في البلاستيك واش قالت لك؟ اعطيني صوالحي وبرا مي يخدموا في بلاصتك وبرا هكا يعني برا أه. يعني انت يعني امراه محترمه هكا قالت لك برا برا قلت لها وعلاش؟ قلت لها هكذا اعطيني صوالحي وبرا قلت لها صح تعبت تاعي المرتب تاعي خمس شهور و و, و, و لاسيغونس كيفاه قالت لي ما عندك لاسيغونس ما عندك اتعبت يا خدامه عندي قالت لي قلت عندي من قلت لها انا خدامه عندك كيفاه هذي الصور تاعك لما كنتي؟ هذه تاعي اي فيها لادات الفوق امم 2018 هذه الصوره كنت عندها عامين اه في في 2016 هذه الصوره تاعي في المكتب تاعها هذا المكتب تاعي انا اللي نخدم فيه مم. نستقبل فيه الزبائن على اي اساس كنت تستقبلي الزبائن؟ انا كاتبه 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 هي دي من تكون في ال أستاذة معنا وتعرف تكون مرافعات ولا تكون خارج ولا يجيبوا الملفات تاعهم وكاين اللي يجي يدفع العربون تاعه ولا لا لي عشان كتب كتب. انا اللي نستقبلها عاش كي تبكي انا كل مره نجي عارفه روحي بلي راني مظلومه مانيش عارفه روحي بلي راني نقول صح راني هنايا المهم هي قالت لي كيما كان انت ما كنتش كمك... خدامه عندي وراهي تبتي راكي بلي خدامه عندي قلت لها غادي نروح العمل و... ونشكي ما بغيتي وما كيش خدامة عندي وما لكش لا صرا وما, وما عندكش الاتعاب اللي... تاعك عندي المهم رحت لمفتشيه العمل قالوا لي ديري طالب دير طالب قالوا لي نعيطوا لك كي قلتي لها نشكي بك هداتك يوم باصيك اللي بغيتي هو باصيك اي فري باصي. آه. باللي انت حد صفة محامي ونصبه احتيال وخيانة الأمانة لك كيفاش عشتي هذاك الموقف انت كما نقول احنا إنسانة يعني بالتعبير الشعبوي زوالية يعني جع... احنا قاع زوالة يعني مشي هذا مشي مسبة ولا زوالية يعني تاع إنسانة عادية لقيتي روحك واقفة في واقفة في المحكمة وحدي وحدي لا محامي معايا لا وحدي وكلت أمري لله وخلاص فضيلة استرى عليك الحكم بالإدانة على اي اساس؟ اساس انت صفة محامي وشنو الدليل؟ وش كان الدليل؟ الدليل دليل يعني زوج عمري ولا شفتهم قالوا باللي كانت تقول لهم باللي يقولوا هذه هي الاستاذه قالوا باللي انا انا عندي وعطوني الدراهم وانا اللي قلت لهم باللي انا هي الاستاذه وابخي مده سبع شهور ولا عاد كي جاو عندي عاود رسلتهم عند استاذه وحده اخرى هذا هو الدليل يعني شهدوا فيك ناس على اساس انه انت صح شديتي عليهم دراهم وانا قلت انا هي ممكن يكون صراحة. والله ما نجي لهنايا لا لا قصدي الصراء انه شديتي دراهم على ناس على اساس انك المساعده ماشي على اساس انك المحاميه هم لا لا نشد على انا نشد على لي كليون تاعنا نعرفهم شد عليهم تصريح منها هي تقول لك تصريح منها نعيط من لها باغ تيليفون عندي تيليفون معاها دقيقه ي... بدقيقه قولها فلان جاها شرب جاي بدراهم ولا ولا فوا هي تعيط لي تقول لي باللي راهم جايين غادي فيرسو ولا طيب دونك بناء على الشهاد الشهود تمت ادانتك ادانتك بالانتحار صيفه طيب لما دخلتي للسجن اول ليله ولا اول لحظه في السجن اسكو مازالها في بالك شغل كابوس ما تروحش من بالي في حياتي دمرت مستقبلي السمعه تاعي كل شيء على حاجه مشي دايرتها على حاجه ما درتهاش كون غير درتها نقول نتحمل المسؤوليه تاعي بلي. انا اللي درت ما درتش ما دراهم الناس قلت لهم جيبوا لي لوجيست هو اللي الدليل تاعي بلي انا راني ماركي دراهم ما جابوش يجيبوا لي انا ظلم لك بالك عطوني عام حبس يدع في الجلسة روحت نقول لك بالك إنسى سيمانة ولا عشر أيام مرقتش لا لا نهار دمتي تيجي على خدي ولو ما درتش كانوا كانين في السجن ناس أمنوك وقفوا معك شوية فيهم شوية الرحمة يا بال اللي تما الحارسات من اللي كانوا معايا داخل كاع كانوا يقولوا لي شوفي راكي مظلومه غادي تخرجي وكان العفو الرئاسي وخرجت السجن كامل خرجنا احنا ثلاثة برك أنا وحدة منهم كنت تتوقع أن تخرجي في العفو الرئاسي ولا كنتي عم بلغة؟ لا ما كنتش فشك. عندي أنت حصيفة ما كنتش دائرة بلي غادي نخرج في الأب تاعك في عمره 90 سنة 90 سنة الله يبارك ربي يعطيه طولة العمر والصحة أهم شيء ويماك الحجانة شفتها راهي قاعدة معنا يعني هما كبار في السن 80 ولكن انت قد ما تكون الصدمه كبيره تتحمليها صح هما كيفاش يما ما تحملتش يما ما تحملتش انا دخلت و تنقول لهم غير يما وبابا لكن طيب انا دخلت قدرت عليا ودخلت م. يما وبابا اللي <applause> جوا عندي زياره وشفت يما و... وطمنت عليها ولات لك النفس كما نقولوا لا راه لانه راني مليحه غير نصبرها لا انا راني مليحه والله ما كنت مليحه طيب لما خرجتي من السجن كيفاش كانوا الناس يشوفوا فيك؟ قلتي لي مقبل قبل سمعتي تدمرت كيفاش فهمي الناس كيفاش تدمرت؟ تدمرت كيشوفوك كي تفوت عليهم يقعدوا يخزروا فيك يا هذه باسكو كاع هضرت فيهم وقالت لهم هذه دات لي يا, يا سمعنا بلي كنتي في الحبس سمعنا كنتي في الحبس ما انا كنتي في الحبس خونتي لها ديتي لها انا الشرف تاعي هذاك هو كانت السمعه تاعي هذه كانوا كاع يبغوني كاع الزبائن أنت واحد يبغوني كاع كان النظرة تاعهم كي يشوفوك مش هبط أو مهبط راسك مش كنت في الحبس وما ما حل للدنيا الدنيا لأخر هاي تسمع فيك دركا هي هاي بالله. الكاميرا تاعك اسمع على الدنيا لأخر لا, لأ هي اللي شاهدوا فيها قولي لها هضري معها ما تخافيش منها إلاكي مظلومة ما تخافيش منها هضري معاها علاه؟ شنو هو الذنب تاعي؟ علاه؟ شنو درت لك؟ طلبت بحقي برك والله لا طلبت بحقي برك حسبي الله ونعم الوكيل والله غير حسبي الله ونعم الوكيل فيها في مازق كنت خدامه خدم النية اللي دارتها الثقة اللي درتها يا يعني طلبت بحقي صدرها رهيب في الحبس حاجة ما درتهاش تعرفي فضيلة على بالك على انايا حبيت تكوني معايا في هذه الحلقة باش ماشي باش ناخذ موقف ولا طرف بينك وبينها لأنه هي عندها الحق أنها تجي البرنامج تاني تهدر واش تقول واش تقول الحق الرد مكفول وقانوني ولكن انا انا ما محب انا ما حبيتكش لانه قالوا لي بلي راكي تقول لي بلي شغل انت حياتي تدمرت انا مانيش حابك ديري في بالك بلي حياتك تدمرت لانه الحياه ما يشوف يصرى واش يصرى في العالم اجمع كورونا مرض بومبا حروب الحياه تستمر طيب انا سانتقل منك فضيله الى الأستاذة نوال مكيدة الاستشاريه الاسريه اكيد احنا كنا نسمعوا في القصه تاعها فسيده زالت لحد الساعه راها تعاني من حاله القهر الظلم اللي راها تحكي انه تعرضت له ونحب انا اول نصيحه لها لانها نشوف فيها مازال ما تجاوزتش المرحله لانه هذا هو المهم في كل قصه اللي تعيش فيها لانه الماضي لا يمكننا تغيير شيء فيه لكن الحاله اللي رانا فيها نقولوها ما زالت عايشه في الماضي بسبب حاله القهر فانا نحب نقول لك فضيله في الظاهر انه انت تعرضتي للظلم منها او اساءت لك لكن في كذلك اساءتي نفسك علاش اسأتي لفس؟ انا امراه عامله ضروري اجيد تقدير الامور من حولي، انا رايحه نشتغل ما نروحش بعاطفه، يعني انا الان مانيش ديكلاغي ولا لم يتم صر... التصريح بي على الاقل كنت كل شهر ناخذ الاجر تاعي فلا ضرر ولا ضرر ما ديكراراتش بي لكنني ديت الاجره تاعي، آه هذه اولا، آه نقطة ثاني نقطه انه الانسان ثانيك يقدر الامور يعني بمنطق انا الان تعرضت الى ضرر مثلا شخص حقرني وعنده الجاه وعنده السلطه هل نقدر نواجه اذا كنت نقدر نواجه نواجه اذا ما كنتش نقدر نواجه في تلك اللحظه معليش نتنازل لانه ساعات الانسان هذيك الحراره ما تخليش يتنازل فتتفاقم الامور وكاين نعرفوا قضايا حدثت في المجتمع والناس ضربوهم ولا اعتدوا عليهم فجاي يدافع على روحه عشان ميت ولا قتلوا له واحد قريب فهذه اللي حبيت نقول لك انه احيانا الانسان يسمح بصح تيقني بلي ولا حق راح يضيع فكاين العداله الالهيه اللي راها فوق العداله الوضعيه فكانت ممكن انك تتخبطي مع هذاك الموضوع تقولي نجيب حقي وندير لكن كنتي مع إنسانة اللي يعني خلينا نقولوا تمثل القانون وتعرف مليح خبايا القانون ما, ما عرفتي ما راحش تعرفي كيما هي فهنايا الحكمة المرة القادمة كاين أمور وين لازم معليش نخليها تمر هذه النقطة مهمة ونقطة مهمة فضيلة نصحك بها كإنسانة كأخت أنه سامحي لأنك لو ما تسامحيش أنت اللي راح تضري نفسك صدقيني لو حبيتي تشوفي العدالة الإلهية على الأرض سامحي لو حبيتي تشوفي حقك لك سامحي، ما دمتي مش متسامحي راكي عندك قناعة أني أنا يعني نجيب حقي بذراعي. معناتها ما عندكش يقين طيب في الله سبحانه وتعالى أنه ينتقم لك. فسامحي وخلي ملفها عند الله سبحانه وتعالى لحبيتي حقك يرجع لك. ونعاودوا طيب نولوا لي كل نصيحتي لكل امرأة تخرج من البيت تاعها ولا حاب تخدم، ما أمور ثقة والعاطفية هذه ولا لا الانسان يكون منطقي، عندي حقي طلب حقي طيب. بليونه بدرافة انسان لكن مش ما نخليش الامور آه نعرفها وتعرفني ويعرفون الناس، نهار طفرت طفرت غير فيك. طيب شكرا آه. لك استاذة مكيد، كان انا يهمني فقط من هذا المنبر ان أشدد على نقطة مهمة ان الحالة التي تتحدث عنها السيدة فضيلة هي حالة منعزلة ومنفصلة لمحامية واحدة لا تمثل العدالة في الجزائر ولا تمثل القانون ونحن نوجه تحية كبيرة إلى كل المحامين الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في كل ولايات الوطن أعين كل المشاهدين أعتقد أنها تتوجه إلى الأستاذة فريدة عبري من أجل معرفة رأيها حول الزميلة التي تحدثت عنها أستاذة فضيلة ولكن نحن لن نحرجك أستاذة فريدة لأنه مهنيا مهنيا وأخلاقيا لا لي يعني ليس من المفترض ان تعلقي على الزميله <تكلم> في بلاطو تلفزيوني ولكن قلت لي حبيت كلمه <تكلم> أسمح لي برك استاذه <تكلم> فريده انا ساترك الكلمه الى نهايه الحلقه ساعود الى مواصله الجزء الثاني من الشهاده التي شهاده السيده حياه التي انجبت توام داخل السجن في تجربه وفي شهاده نستمع اليها لاول مره سنعود اليك يا سيده حياه انا مقبل حبست معك في نقطه موعد الولاده يعني موعد الولاده عاده في العائلات اللي يكونوا في منازلهم يعني في ديارهم يستناوا هذيك اللحظه بفارغ الصبر الزوج السنة الام السنة الاهل السنة موعد قدوم المولود ولكن انت كنت وراء القضبان داخل السجن هل كنت تحكي مع التوام تاعك وهم في بطنك ايه في تسعة شهور كنت نحكي نقعد هكا ونحكي معاهم في كل شيء نقول لهم دخلوا دوك نبدلوا كاع حياتنا نخرجوا من هاد هاد المعيشة هذه و... ايه من هذه المعيشة الكحلة وكاع طيب آه ه... هون عليك الحمل بشكل غير مباشر الوحدة تاع السجن حسيتي ماكيش وحدك؟ في الأول كنت نحس بلي يعني وحدي وما عندي حتى واحد وقع حتى لتسع شهور بعد بصح كي ولدت وقع في يدي وشميت ريحتهم في زوج ومنا جوت نسيت قاعد قاع الهموم نسيت قاع الحبس وصاني برا طيب احكي لنا يوم الولاده يعني كيفاش كيفاش داروا لك وين داوك كيفاش تهلاو فيك في الاول انا كنت دخل العياده تاعنا وانا خفت شغلت كيفاش خلاص خفت هنايا بديت نبكي بديت كيفاش راح نولد هنايا من بعد جاو عندي ل... هذوك كل... تاع فما اه غارديان لي غارديان قالوا لي لا لا تروحي للسبيطار و نورمال طلعوني طلعوني في لامبيلونس اه ايه لامبيلونس آه. تاعهم اها داوني للسبيطار وفما شغلت بدأ مع معسطر وكاع ولدت وكي ولدت يديروا لك هما عندهم عفسه يديروا لك لي مينوت يديروا لك لي خافوا لا نهرب ولا عفسه ولا يا <applause> ما كان والو خافوا انت ممكن تهربي ما لقيتش نهرب نتهرب وما قاعد يجا واحد الخمسة ولا سبعة هما في ما كاينش وين تهرب لا لا بصح لو كان زعما خلاوك وحدك كان ممكن تخمي انك تهرب من السجن ما نقدرش بس كيفاش <متزوج> زوج دراري عندي وزيد نهرب ما <متزوج> ما جاياش نريسكي وزيدوا لي قضيه من فوق ما نقدرش نريسكي اه ما دو ما دولت نورمال داوني شغل بداو يسعفوا فيا بداو غير بالعقل غير بالعقل شوطه تاع لي ربي واحد القدره فما ما, ما زالت <متزوج> اليومين الان في في عيني راهي قاعده هذيك النظره هذيك شغل <متزوج> جامي حسيت بهذيك القوه تاع قوه نفسيه ولا جسديه قاع نفسية وجسدية قوة قوة جاتني من عند ربي ما بعد كي ولدت منا بيان سو دارو لي لي باش ن... بعد بصح كي و... الريحة تاعهم نسيت كلش نسيت نسيت كاع ذاك الكلام علاش راكي تبكي؟ صعيبة بزاف كنت كنتي بالك حابة يزيدوا في أوضاع أخرى يعني في الدار و باباهم كنت حابة هكا وليت لهم روحي مم. أنا الزبا أنا اللي وصلتهم لهنا أنا اللي كلش مم. بعد كي شميتهم وشخطهم بعد خلاص قلت لازم نصبر على جالهم ما بقاليش لازم نصبر على جالهم ما كي شاف ما شافهم بابا وكاع هو ما يبكي خلاص ما ما قدرش ايه يعني الحمد لله اللي زادوا لانه في السجن ما راهوش سي كل المساجين في الجزائر وسجون النساء في الجزائر يحظون بمعامله شديده وفرق الفرق العامله في السجون الجزائريه تقوم بعملها على اكمل وجه وتكفل العنايه الصحيه ولكن مرات في السجن صاروا اشياء كنت كباب الطيحه كانوا كباب يروحوا لك كانوا كباب يصاروا تعقيدات صحيه كانوا ممكن انه حالتك النفسيه تاثر عليهم بعد الشر يزيدوا مرض ولكن الحمد لله ما زادوا في احسن حال الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله يعني كما يقولوا ما ما تتزير الا لكي تفرج يعني صح هذا سيدنا يوسف ودخل الحبس نعم فوالا وانا على راني نحكي معك يعني باريحيه لانه انا على بالي القضيه اللي دخلتي على جالها السجن هي صحيح هو تجاوز خروج عن القانون ولكن ماهوش قضيه كبيره تاع شرف ولا تاع قتل ولا تاع حرق ولا تاع تدمير حياه ناس ولكن غلطه كما نقولوا دفعتي ثمنها غاليا انا راني فيك وعبك في بالي صور تاع الافلام تاع سجون النساء والمسلسلات وين نشوفوا لما وحده من السجينات ترجع للسجن باولادها يبداو يزغرتوا عليها يبداو يطبلوا في يطبلوا في الارض يبداو يشطحوا داروا لك استقبال السجينات؟ داروا لي شويه الحق تاع ربي مم كي جيت كي خلاص قعدت يومين في السبيطار ومن بعد جابوني طلعوا فينا في ما في السبيطار الحق تاعبي كي في داركم نورمال آه. يا عنقوني يا حي هكذا مم كي رحت للحبسه هاك يبوسوا في هذوك الذراري يبوسوا فيهم يبوسوا فيهم يوجدوا لهم شطحوا لهم داروا لهم كلش ما من الكارديانات الحق تاع ربي الانسان ما م. ما يكذبش صغرت صغرتوا عليك؟ داروا حالة اه <applause> قلتي لي لي غارديان لي يعني حارسات السجن حارسات السجن اه آه احنا عندنا صوره شويه نمطيه على حارسات السجن انهم عنيفات وعرين ومنها حبيتيهم انت حسيتي بنوع من الاخوه في الله بينك وبينهم؟ بالعكس يعاملوك بيان بصح كي تغلط بين بلي ما راحش يسكتوا لك بس هذه خدمتهم م. يقصروا معاك يجمعوا معاك نور ما خيتك خيتك الكبيره قاعده معاك قاعده معاك انا وصلنا الى اخر سؤال سيده حياه حياه واسمك المستعار برك باش يسهل علي الحديث معك لما اولادك يعني دوك انت حاليا خرجتي من السجن الحمد لله وراكي عايشه بيان الاولاد على بالهم بهذا التفصيل اولادي ما زال اه اه كي تخمي تقولي لهم بلي ما تقولي لهمش هي باينه بلي حنقولو بصح ما نقدرش نخبي حاجه كيما هذه وهي ذي الحاجه ماشي زعما تعا... تاع تاع ماشي حتى نصبيو نخليهم حتى وين يكي حتى وين يديروا يكبروا يديروا العقل ومنا باش لازم نقولهم هذه ماشي حاجه زعما زعما نخبي عليهم ولا خبي عليهم يقولوا لهم ناس واحد اخرين ابالي بلي كاع احسن شيء تقوم به الدوله بالنسبه للناس اللي زايدين في الحباس انه ما يخرج لهم شهاده الميلاد انهم زادوا في السجن صح يعني هذا الشيء امانه نوعا ما في في ختام الحوار انا ساشكرك سيده حياه على حضورك معنا في في البرنامج هذه اول مره في الاعلام الجزائري المرئي نستمع فيها الى شهاده امراه انجبت داخل السجن ولكن انا الشيء اللي نقوله لك من في النهايه ماشي باش نشبحوا الكلام كما يقولوا يعني شبحوا الهدره فقط كلام بلاطوهات ولكن كما يقولوا المال والبنون زينه الحياه والاطفال نعمه في حياتك اتمنى ان تحافظي عليها ان شاء الله أخويا سوف نتوقف مع فاصل قصير لعرض ارقام الهواتف وطريقه التواصل مع فريق برنامج عشر شفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نحن متاحون من خلال صفحة البرنامج ومن خلال الهاتف وبشكل خاص من خلال تطبيقي واتساب وفايبر اللذان يظهران أسفل الشاشة يمكنكم المشاركة معنا في أي وقت تشاؤون سنعود بعد قليل صفاء زهر؟ <نقل> <نقل> لا بس الحمد لله الحمد <نقل> لله ظهر ساشرح للمشاهدين بطريقه بسيطه تقريبا وش سرالك ومن بعد نكملوا القصه تاعك وصحح لي اذا راني غلط انت انت كنت تعمل فيما في في مؤسس مؤسسه توزيع كراب الغاز غليزان غليزان ومن بعد المسؤول تاعك خداع عطله رئيس مصلحه رئيس مصلحه خداع عطله انت وليت بالنيابه يعني كيما نقولوا بعد اكتشفت انه المقاول اللي المفروض انه يجيب لكم مواد التنظيف يبالغ في في الفواتير وما يجيبش المواد التنظيف اللي كنت اللي كانت تصرف عليهم صنع الغاز مبالغ كبيره جدا انت اعترضت ورفضت توقع على وثائق باش تسهل لهم هذا التسيب وهذا السرقه هذا الشيء صحيح جابوا لي بافيت يا هل ترى امام 40 مليون مشاهد هل هذه البافيت دير 35000 الف 30 هذه بافيت دير 30 كي بلغت على الفساد دخلوني للسجن هل هذا هو الجزاء <applause> تاعي اكتشف في لي فاكتير ان الفام دي ميناج عامله النظافه ديرها بزوج ملايين في الشهر هو هما يعطيو 500 يعني يدي 45 مليون في الشهر ما يستاهلش باش يديها كان قدامه مؤسسه تنظيف ديتها ب 17 مليون ما عندنا ما حتى بروبليم جا هذا قال لك جيت انا ندير دراهم وكان تكون تواطؤ مع رئيس المصلحه كان يعمل بدون بدون محاسب وبدون مراقب علمت المدير بكل صغيره وكبيره انا ما تحملش مسؤوليه هذه المؤسسه انا ولد اجونت انا جيت نحافظ عليها ماشي ندخل معاه في المتاهات وشغل كل حرام. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يوسف عليه السلام السجن احب الي مما يدعون اليه. انا بصح انت كي بديت ما كنتش عارف انه حتدخل السجن انت بديت يعني ما شكون دايرين مؤامره مؤامره كي دايرين راهم فاهمين راهم بغيمي كيما شكون راهم يحفروا لي. سيد زهير تعرف أنه لو كان ما شفت لو كان ما شفت الوثائق اللي عندك الرسميه بالدليل وبالبيان القاطع انه التجاوزات اللي تحكي عليهم وال يعني لا سوغ رفع الاسعار بشكل خيالي بعيني وبالكاشير لو كان ما كنتش راح نخدم هذه القضيه ولكن انا قبلت اني نخدمها لانه انا شفت بعيني والسيد وز... زهير يملك كل ال... الوثائق والدلائل التي تدل على ان هنالك اشخاص كانوا يبذرون الاموال بشكل رهيب جدا في مؤسسه توزيع الغاز والكهرباء بغيليزان طيب لما لما اعترضت انت وانتفضت على هذا الشيء داروا لك تهمه هي قبض الرشوه من قبل هذا المقاول طيب وش كما قلت لك تاخذ مع اجراءات قانونيه دوت لوجي فاكتير ديت ميزون دو دي مير اللي خلاها حسب الاتفاقيه يجيب المواد التنظيف حسب الاتفاقيه ما عندهاش ما يبدلش لي فام دو ميناج عشوائيا هذه راه عندها مؤسسه بغيت تحبس فام دو ميناج عندنا فام دو ميناج 20 عام تجي انت وتحبسها وعلاش؟ قول لي السبب السبب علاه انت حبستها كنا عندها تدخل في الفواتير زوج ملايين بار موا للفام دو ميناج تدي 500 الف انا ما تحملش المسؤوليه وقت الاندور 16 على الفواتير طيب سي ظاهر انا شفت لا فاكتور هو يقول لك الثقه في الوثيقه الثقه في الوثيقه انا شفت الوثيقه اللي تبين باللي عاملات النظافه في المؤسسه كانوا يخلصوا زوج ملايين زوج ملايين وانت راك تقول كانوا يخلصوا 5 ملايين 500 ملايين ما خلصوش وكاين اللي ما خلصوش صح الدليل انه كانوا يدوز زوج ملايين موجود موجود باللي كان يدي لي سالار تاعهم صح انت كيفاش راك متاكد باللي هذه عاملات النظافه ما كانتش تدي زوج ملايين ما جاوش كاولي وراهم عندهم شكاوي الانسبكسيون دو ترافاي هذا الامر يقدروا يتحققوا منه عندنا هو عندي رقم رو... في مفتشيه العمل الاعدادات راني اعطيهم لكم كاع آه. الادله والدلائل انا بعتهم بعثهم بورقه بورقه عندي لي ميزون دو مير كاين بعض الوثائق اللي خباوهم عليا يوم المحاكمه ما باش يعطيهم لي من بينها لو ريجي فاكتير ريكلاماسيون تاع لي ديروكتور داجونس لا ما عطوهم ليش صافي كاين طواط من المصلحه طيب خرج على اسم اسمح لي رئيس المصلحه كان خايف على المنصب تاعه وهذا صاحب المؤسسه التنظيف شغل بالله تاع عليه منافذ النهب كانت تدير العام المؤسسة شي ولا دير باش ندخل للسجن وراه المسائل هنا تاع على غاز ما تكفينيش تقول هذا انسان مسكين طيب ظاهر تم الزج بك في السجن بش. لمدة عام و18 شهر. شهر يوم الحادثة جيب 5 ملايين في البيرو تاع الزميل تاعي كان بلي هذه 5 ملايين تاع السلع اللي هي ناقصة هي كان ندور عليا انا مؤامرة كان ندور عليا انا الزميل تاعي راح كيما نقول لك معايا انا المؤامرة عليا انا باش انا ندخل عطاني جبت 5 ملي قال لي ها 5 مليون شد شي بها سلعه قلت طيب انا كبيت باصيني قاعد يسلم عليا ظل الزميل تاعي قال له هذا زهير خواف هاك شد الدرهم طرت انا الزميل تاعي قلت له هو اياك تشد الدرهم كبيت طيب باصي روحك بهذه المقوله كبيت باصي روحك لفت انا الهاتف عيطت لواحد الخدام كان محبسه دايره سيبرفيزور عيطت له في الهاتف قلت له راني محتاجك خرجت انا للمكتب بتاعي بغيت ندير بيناتهم صلح عيطت لهذا صاحب مؤسسه التنظيف جاي دخل عندي للمكتب صلاح ما بيناتهم دروك انا الزميل تاعي شد المبلغ ودارها في ظرف ودارها في خزانة تاعو شو هو الذنب تاعي انايا؟ يقول لهم هذا دماضي ما عندي الدراهم وهذا اللي شدهم وراه خازنهم طرت لصاحبي قلت له كنت انت الدراهم شكون آه كيف اليوم اللي دخلت فيه للسجن كيفاش نطق بالحكم عليك؟ ما امنتش انا سبحان الله يوم عرفه والله غير واحد صايم ندعي في ربي يا ربي بين الحق اللهم ان مضمون اللهم فاثبت براءتي ندخل للسجن عام ونص ما امنش سبحان الله انا مؤذن في مسجد تصيب روحي بعام ونص ما ما ماتوش ما طوش ما تسع شهور ولا السؤال اللي في راسي يا ربي انا شادت يا ربي انا شادت يا ربي اثبت براءتي ما طوش ما امنش ما عاد قلت الحمد لله يا ربي قلت انا هذه مصيبه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل بس انا خليت مرايا دراري خليت مرايا وليدات خليت مرايا ام كي نخرج انا من نصيب والده اصيبت بالسرطان حسبي الله ونعم الوكيل اصيبت اصيبت بس علاش خلعها اني اللي كنت ندخل عليها وأنا اللي كنت نخرج عليها وكنت نخرجها تصيب ولده والده اصيبت بالسرطان اني في عامي ملي خرجت راني غير نجري عليها ونوجه نوجه بعد ما انا اللي كنت نشارك في الجمعية الخيريه ونخرج من جيبي نطب تصيب الجمعيه الخيريه تجي تطب علي انا وتقول انت اولى بها وانت محتاج وانا في غابه <applause> أنك شفت الفاسد بالدليل القاطع والراهن الحق تاعي شكون اللي يقول عندي زوج شكون لي بيا 16 عام قراية 10 في المدينه المؤسسه ما يكفينيش انا يعني مسكين ظلوا معي كاع العمال وقفوا معي بارك الله فيهم ما تكفينيش كلمه مسكين انا قادر وكان ماشي نخدمني قاعد حتى المؤسسه ما سيبت لي حتى حاجه بالله راك موقف تجري على روحك على بالي بلي بل تاك انسان مظلوم صح سيد مساوي على بالي الموضوع صعيب عليك ولا نرجع معك الى الحبس وين كنت في السجن؟ كنت في الحمد لله ربي كنت فيه، تما في غير غريزان الحمد لله يا ربي ربي يسخر لي ناس كما قال الاخ الاخ ربي يسخر لي ناس على بالي اني مظلوم عطاوني انا عندي ليسونس علم المكتبات عطوني مكتبه في السجن الحمد لله يا ربي كنت ندرس ليمينر قران الحمد لله يا ربي حتى اللي خرجت عام ونص احتسبت والله احتسبت عام ونص ما توشاتني لا لا غراس لا والو واش كنت تخمم بينك وبين روحك انت اللي كنت مؤذن وكنت صاحب سيره حسنه تشوف باللي شغل بتوليت بهذه الطريقه يعني بينك وبين روحك كي تحط راسك في المخده في الليل فاش كنت كيفاش كنت, كنت تحللها؟ شوف اخي يوسف كيما دخلش المستشفى الامراض العقليه الحمد لله يا ربي هذه نقولها من هذا المرة نقولها الحمد لله دي خرجت صحيح ما طوشي انا سبحان الله من الجامع الداري الناس كاع تعرفني السيره تاعي السجل تاعي نظيف مده 10 سنين وفي هذه المؤسسه الناس كاع تعرفني كيفاش داير كل اختنا على الفساد بالدليل القاطع جيت تتهموني وتستعملوا النفوذ تاعكم واقوى الكذبه على العداله من انا تطبط كاع الطرق كتبت الوزير العدل قالوا لي بلي جبنا وثائق جديده راهي عندي وثائق جديده من اللي ما بغاش يعطوها لي علاه ما بغيتش تعطوها لي؟ كنت خافوا على رواحهم. باش غني بلغت بالفساد. انت قلت لي انه كل ادله البراءه اللي وريتها لي انا وياك في المكتب كانت مخبيه انت يعني ديتهم بعد خروجك من السجن. كانت مخبيه. كل اللي خباها؟ خباها رئيس المصلحه صابوها في بارافير. وموليت مع عند المدير وكتب لي انا يعني ديال لي روجيت فاكتير كانوا ما صوب ليهمش ايوا انا اللي عند الشرطه تحقيق جابوا لي دارشيف جبد كاع الوثائق قصتهم عطيهم للجيري عطيتهم للجيري تاعنا طيب هو سيد زهير ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكل المسؤولين يعني سياسيا ورسميا دائما الدولة الجزائرية تشجع الناس على التبليغ بالفساد الفساد اللي شفته انت في المؤسسة التوزيع هذه أذكر رحت بلغت في في الهيئات المكلفة بمكافحة أنا الفساد أنا يعني كنت نشوف الرئيس المصلحة كان يخدم من بعد أنا بعد خروجك من السجن رواه طرفت كاع البيبان روحت شكيت للمديره الجهويه تاع الشرطه في وهران روحت للامن الوطني تاع مديريه غريزان روحت عند رئيس الجمهوريه روحت عند الجروب تاع الجدرميه فرقه التحقيق روحت عن تحـت الشرطه الشرطه تاع التحقيق هذو كاع سمعوني كتبت لوزاره العدل سمعوني عطيتهم الوثائق وثائق اعاده النظر والالتماس في القضيه تاعي حوس انتبهت البراءه تاعي ثم تاعي تشوهت حقنا ضاع ولا الحق تاعي سبحان الله العظيم م. مانيش غي حتى موظفين ولاو يخافوا باش يبلغوا على الفساد يقول لك انا كان بالفساد يصير كيما فلان آه. الحق تاعي انا نقطه استفهام دائما نطالب بالحق ما درتش سبحان الله درت نخلص درت غلط نخلص صح انا م. ما درتش انا بعد كل البعد عن هذه الامور طيب واش تبدل فيك من قبل السجن وبعد السجن؟ الحمد لله يعني الشخصيه تاعي الحمد لله يا ربي زهر هو زهر ربي الحمد لله يا ربي آه تراو <applause> لي مشاكل كان الناس اللي ما ترحمش معظم الناس اللي نظمت معايا تعرفني كيفاش داير كان الناس اللي تقرا غير وانت تطيح امم اللهم لا شماته الاعداء امم دائما احتسب امري الى الله الحمد لله كي خرجت العكس خرجت من السجن تعرف كيفاش داروني بارع رجعت للمصلاه تاعنا رجعت مؤذن رجعت كيما كنت الحمد لله يا ربي ولكن ما رجعتش الم... ما رجعتش المنصب تاعي ما رجعتش لا ما رجعتش تاعي قالوا لك جري على روحك وين نجري على روحي ديت <تكتبت> مراسلات المدير العام تاع سوناغاز المدير الجهوي تاع سوناغاز ضد مع دو مود اودونس حتى ما كان والو طيب ظاهر انا اعتقد يعني انا احسن الظن يعني بال... لانه هذه البلاد هذه اكيد فيها ناس ما ناس ملاح اعتقد انه ربما ما مو مو وصلش الملف تاعك ولا قضيتك لم تصل الى المسؤول المعني بحلها يعني وحضورك معنا اليوم في البرنامج سيكون فرصه لايصال هذه القضيه الى كل شاء الله الى كل الراي العام الجزائري والى كل الهيئة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام كما شاهدتم أن السجن هو الأكيد أن السجن هو مصيبة سواء دخلناها مظلومين أو ظالمين ولكن الأهم وما يجب أن نستنبطه من هذه التجربة أن السجن يبقى ابتلاء يجب أن نأخذ منه ما يلزمنا لمواصلة الحياة يمكننا أحيانا إثبات براءتنا من التهم ولكن غالبا لا يمكن إقناع الناس بأننا أبرياء لأننا للأسف في زمن نسارع الى نشر التهم ولكن عندما يتبرا الشخص ويحصل على براءته لا نقوم بنشرها بنفس القدر الذي نشرنا به التهمه وكما نقول اسانا الى سمعته انا في نهايه الحلقه سوف اشكر الضيوف الاعزاء عمار السيده فضيله السيده نوره السيد زهير على حضورهم معنا في البرنامج واشكر كذلك الاخصائيين الذين سيرافقونني يعني طيله موسم برنامج عشت وشفت لهذا الموسم الاول سنعود للاستماع الى تصريحاتهم والى تحليلاتهم التي ستستفيدون منها بشكل قاطع مستقبلا في الحلقات القادمه. يمكنكم العوده لمشاهده هذه الحلقه في مواقع التواصل الخاصه بالشروق اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام وتذكروا دائما ان الانسان يعيش ويجرب ويرى اشياء كثيره في حياته وهنالك تجارب تستحق فعلا ان تعرض للمشاهدين لتكون عبره وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج عشت وشفت الى اللقاء